كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. صدق الله العظيم. مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضرتكم معنا وحلقة جديدة في برنامج الوعد الحق. هذا نداء إلى كل عارف ومن ليس بعارف أن يتابع هذا البرنامج عبر شاشة الشرق الفضائية وعبر إذاعتها FM 94.4 لما له من فوائد جمة، وهذا بشهادة جمهور المشاهدين والمستمعين، لأن لا نبغي منه إلا وجه الحق سبحانه وتعالى. نرحب بحضرتكم ومع نرحب بالداعية الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. مرحبا بحضرتكم في حلقة جديدة بعد الحق. أهلا وسهلا. ونقترب من الجنة أكثر فأكثر إن شاء الله. حدثنا فضلاتكم في الحلقة الفائتة حول مفاتيح الجنة. نعم. الآن نقترب إلى الأبواب بإذن الله رب العالمين. لأبواب الجنة. أبواب الجنة. نعم. بأمر الله تبارك وتعالى نشم هذه الريح الفيحاء. الله أكبر. وهذه الروائح الزكية. اللهم اجعلها يعني منها. اللهم اجعلها ليس استماعا فقط وإنما يعني عملا وفعلا يعني من كرم الله علينا في الآخرة إن شاء الله. يا رب. هذا ما نبغيه من هذا البرنامج يعني. يا رب. يا رب. الطريق للجنة سهل أم صعب؟ لا صعب. 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 اللي نتعرف على هذا الطريق ان شاء الله بعد هذا الفاصل. مشاهدينا الكرام مع الداعي الاسلامي الكبير فضيله الشيخ الاستاذ الدكتور عمر عبد الكافي وابواب الجنه، نواصل بعد هذا الفاصل، كونوا معنا. الوعد الحق. هذا البرنامج برعايه تعمير. تشمل مشاريع تعمير برج الأميرة أطول برج في الشارقة، برنسس تاور في دبي أطول برج سكني في العالم، مشاريع الدانا في المدينة العالمية، صناعية الإمارات الحديثة في أم القيوين، قرية الأميرة في عجمان، مدينة السلام في أم القيوين، والعديد من المشاريع المميزة. متوفر الآن الإصداران الأول والثاني من برنامج هذا ديننا للداعية الإسلامية الدكتور عمر عبد الكافي على أشرطة وأقراص مضغوطة. للحصول على نسختك من هذا البرنامج اتصل بمركز الشريط الإسلامي على الأرقام التالية. هذا هو ديننا. مشاهدينا الكرام ومستمعينا الاعزاء عبر اذاعه الشارقه 94.4 FM نحيي حضرتكم مجددا ومع نرحب بالداعي الاسلامي الكبير فضيله الشيخ الاستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. مرحبا بفضيلتك مره اخرى. مرحبا. تحدثنا كما قلنا عن مفاتيح الجنه التي توصلنا وتقربنا منها شيئا فشيئا، واليوم بمشيئه الله تبارك وتعالى نتحدث عن ابواب الجنه. هل لها ابواب ام الابواب هذه عمليه رمزيه، مع ان الابواب ورد في سوره الزمر في القران الكريم؟ نعم. احمد الله رب العالمين واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما بعد، يعني قبل ان نقف على ابواب الجنه لابد من اعطاء عده ركائز مهمه. نعم. الركيزه الاولى ان الجنه هي سلعه الله. نعم. يعني انظر سلعة الله. والنار والعياذ بالله رب العالمين، هذه يعني عذابه يعذب بها من يشاء من عباده. يعني اذا قلنا ان الشركة الفلانية او المؤسسة الفلانية او المصنع الفلاني ينتج كذا، نعم، هذه سلعة الشركة، سلعة المؤسسة. صحيح. ولله المثل الاعلى. سلعة الله عز وجل كما قال صلى الله عليه وسلم: الا ان سلعة الله غالية، الا ان سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. يا سلام. انظر إلى هذه السلعة العجيبة وهي غالية. يعني الله عز وجل هناك سوف نرى
أن هناك جنة من الجنات غرسها الله سبحانه وتعالى بيده. بيده؟ فردوس غرسها رب العباد سبحانه وتعالى بيده. فتعالى الله عما يقولون عروبا كبيرة. هذا أمر. الأمر الثاني أن أعظم نعيم في الجنة يرتكز نحو ركائز أربعة. لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. واحد أم اثنتان؟ لا يعني هذه واحدة تخص الحالة النفسية. لا خوف من المستقبل ولا حزن على الماضي. هذه لأصحاب الجنة أجمعين أم لكل داخل الجنة. ثم لهم ما يشاءون عند ربهم ولدينا مزيد. صحيح. الجنة فيها يعني بيع وشراء، ولكن العملة المتداولة سبحانك اللهم. تقول سبحانك اللهم يأتي لك ما تريد، كلمة السر. دعواهم فيها سبحانك اللهم. هذه سبحانك اللهم، تريد طيرا يطير هكذا، تريده في طبق من فضة او من ذهب او من لون ايا كان، ما سبحانك اللهم. لو سبحانك اللهم تجد مشوية الله يعلم نيتي وقتها وما اريد. نعم. وسبحانك اللهم تطلق على ماذا؟ توجه الى ما تريد من نيتي. سبحان الله. هذه الركيزة الثالثة. الركيزة الرابعة هي التطلع الى وجه الله الكريم، وهذا اعلى مقام في الجنة. ينظرون الى وجه ربهم بكرة وعشية. ووجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. بس وجوه معذرة خاصة بفئة محددة. فضلت الشيخ كل من يدخل الجنة كل وجوه ناظرة. نظرت وجوههم بطاعة الله في الدنيا وبرضا الله في الآخرة. جميل. قبل الدخول هم عبروا على حوض الكوثر فشربوا. حوض الكوثر بعد الصراط وحوض الكوثر قريب من الجنة. نعم. اخر مرحله من مراحل الحشر حوض الكوثر. حوض الكوثر. فيشرب، تظهر في وجهه نظره النعيم، ويسلم منه الغل والحقد، فيدخل الجنه صافي النفس. ونزعنا ما في صدورهم من غل اخوانا على سرر متقابلين، بحيث انه لما يشرب من حوض الكوثر تنزع هذه التي اتعبته في الدنيا، حتى لو راى من ظلمه. من ظلم، لكن عوض هذا الظالم بأنه يعني كان هناك مقصة حساب، فدخل هذا الإنسان إلى الجنة. نعم. لا يشعر الإنسان نحوه بحقد أو غيرة أو أسى أو ألم، إنما كل هذا في الدنيا. فقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. خلاص. جميل. خلاص. الذي أحلنا دار المقامة من فضله، لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها ضغوط، لا تعب ولا نصب ولا كلام ولا. سبحان الله، يكفي انك لا تستمع فيها الا الى الكلام الطيب. ولذلك كما كان يجلس في الدنيا مع اهل الخير يسمع الكلام الطيب ويستمع الى الكلام الطيب، لا نتيجته لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما الا قيلا سلاما سلاما. هذه الركيزة الثانية. الركيزة الثالثة هذه لاخواتنا. بعض الاخوات تظن الواحدة منهن انها مجبرة على ان تتزوج هذا الرجل الذي سامها سوء العذاب في الدنيا. نحن نطمئن الجميع بفضل الله عز وجل يوم القيامة. يوم القيامة في الجنة ان شاء الله لن تتزوج الا من ترضى عنه. بس بمعنى انها مش مجبرة ان تتزوج رجل الدنيا، هي تخير. حتى قالت ام سلمة يا رسول الله تتزوج المرأة منا الرجل والرجلين، يعني يموت واحد او يطلق تتزوج اخر. ايوم تتزوج في الاخرة؟ قال تتزوج احسن. قال صلى الله عليه وسلم تتزوج احسنهم خلقا، ذهب حسن الخلق بخير الدنيا والاخره. يعني اذا احيانا بعض الاخوات يقول لك يعني 40 سنه في الهم، ما لسه كمان هتزوجون هذا الرجل تبقى هذه كارثه. فهذه تطمئن الجميع. هذا امر. هي ماذا الحور العين خاصه بالرجال ام رجال ونساء؟ احنا هناتي الحلقه عن نساء الجنه وقضية الحور العين، لان اول ما الكل يتكلم عن حور العين اخواتنا بيغضبوا ويزعلوا وتبقى مشكلة كبيرة، واحنا سوف يعني نطرحها على بساط يعني البحث. طيب يعني ضميما الى ما تفضلتم به الان، من يتزوج في الجنة يتزوج من بني جلدته. أيوة. من ما في ما النساء في الجنة النساء في الجنة نوعان. نوع خلقهم رب العباد، خلقهن رب العباد سبحانه وتعالى يعني بكون فيكون.
بحيث يعني يغنينا ده صوت روحاني لغة أهل الجنة. لغة أهل الجنة. لذلك يقول من سمع غناء الدنيا لن يسمع صوت الروحانيين في الجنة. روحانيين حور العين. يقول نحن الناعمات فلا نبأس أبدا، الراضيات فلا نسخط أبدا، المقيمات فلا نضعن أبدا، الشابات فلا نهرم أبدا، فطوبى لمن كان لنا وطوبى لمن كنا له. بس أكيد مش هذا الصوت الأجش الذي أقول أنا به. هذا صوت جميل. لا لا يعني يعني مش من هذا الصوت. ملائكة. لا الحور العين دور كن فيكون. يعني لا. يرى بياض وجهه في صفحة خدها لو تفلت في البحر الملح الأجاج لحولته عذبا فراتا، ولو أخرجت أملها في الليل البهيم لحولته نهارا مشرقا. طب وزوجته في الدنيا؟ زوجته في الدنيا الرئيسة. هي دي تشتغل عندها جارية. يا الله. فضلت عليها بعملها في الدنيا. وربنا يشيل الغيرة دي في سوف نرى مسألة العواطف دي. يعني إذا أراد أن تكون زوجته معه في الجنة لا بأس. كثير أن كثير تكون معه بأمر هكذا. لا 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 يعني كثير من يعني إذا أراد أن يتزوج من أخرى. كثير من الأزواج في الدنيا من رضاه على زوجته يتمنى أن تكون هي زوجته أيضا في الآخرة. وهكذا كثير من الزوجات بفضل الله. لكن المهم يعني تشوف ما فيش هم في الآخرة خلاص. لا يعني أنا بقول لو واحدة تزوجت في الدنيا وزوجها سامها سوء العذاب في الدنيا يكون من نصيبها في الآخرة. لا خلاص يعني. ما احنا غلقنا الموضوع ده. لا طبعا يعني يحزنها دنيا وأخرى. لا ما فيش حزن في الآخرة. تختار. ما هي معنية لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. خلاص. يعني فهذه بعض النقاط السريعة قبل الحديث عن أبواب الجنة. تعال إلى الأبواب. أبواب الجنة أبواب فعلية. فعلية. قال صلى الله عليه وسلم إن باب الجنة يسير الفارس الفرس المضمر بتاع السباق يعني ما بين عقب لبتيه عقب يعني من أول الباب لآخر الباب يصل إليه بعد 40 سنة. الباب الفرس الواحد يصل من أول الباب لآخر 40 سنة. طول الباب طول الباب طول الباب الذي يتأيّر. وهذه الأبواب مفتحة. لكن عندما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم وسوف نأتي عندما يدخل الجنة وهو أول الداخلين إليها قال أقعقع حلقة الجنة. أقعقع يبقى في قعقع بمعنى يعني ليها زي سماعة زي نقول سماعة على الباب أو شيء من هذا الرسول أو المطرقة اللي كانت على بيوتنا. أقعقع حلقة الجنة ولكن صوتها صوت لم نسمعه من قبل. ما في الآخرة من دنياكم إلا الأسماء فقط بس عشان نفهم. لكن ابواب نعم لها ابواب. لها ابواب. هل ورد شيء في وصف هذه الابواب من خشب من حديد؟ لا لا الله اعلم. يعني لا وبعدين هذه الابواب بعد دخول اهل الجنه بعد ما تفتح هي مغلقه. مغلقه فيفتحها النبي صلى الله عليه وسلم لا تفتح لاحد قبله عليه الصلاه والسلام. فلما تفتح يعني يقول يعني اني رايت الليله عجبا رايت اني اقعقع باب الجنه فإذا بي بأبي بكر في الرؤية بجواري. نعم. يعني فقال أبو بكر وددت أن أكون معك يا رسول حتى أراها. قال أنت معي يوم القيامة يا أبو بكر. يا سلام. عليه الصلاة والسلام. فتفتح وتظل مفتحة خلاص. مفتحة لهم الأبواب. هذه الجنة لما تفتح الأبواب تظل مفتحة. طب كم باب؟ 8. هي ثمانية أبواب لكن الجنة درجات والجنة بدرجاتها سوف نأتي. درجات عليا. درجات عليا أم في مستوى؟ لا لا لا, لا درجات عليا. عليا ما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض. الله أكبر. لك إيه له إيه الدرجات العلا في درجات عليا. وبعدين في جنات المأوى. أم كنت من العائلين مثلا؟ لا عليا بعلو المكاني. المكاني وعلو مكانة وعلو مكان وعلو مكانة. كل درجة لها باب. لأن قلنا إن النار دركات. صحيح. والعياذ بالله. نعم. فالجنة درجات لأعلى. ما بين الدرجة والدرجة سبحان الله كما بين السماء والأرض. الجنة ليست جنة واحدة أو الجنة نفسها ليست جنة واحدة. يعني ولا ايه جنات مثلا جنات المأوى لدرجه من الدرجات يوضع فيها ناس معين سوف ناتي. صحيح سبحان الله. في الـ 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 الدرجات العلى هذه الله اعلم كم هي علوها. لان قلت يا رسول الله هل ابنها مات شهيد يعني في الجنه فاصبر
لما استشهد يعني وكان وحيدها. نعم. أم في النار فأبكي عليه الزمن كله أو العمر كله؟ قال أصاب ابنك الفردوس الأعلى. اللي في فردوس أعلى. هذه أعلى أعلى درجة الفردوس اللي هي درجة الرسول صلى الله عليه وسلم. في فردوس غير أعلى. لا 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 الفردوس الأعلى يعني دي الفردوس الأعلى اللي هي مقام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن سقف الفردوس عرش الرحمن. يا سلام. مملكة أخرى ده موضوع آخر. سبحان الله. وقال إذا سألت عظيما فاسأل عظيمة فإن سألت رب العباد اسأل الله الفردوس الأعلى. أعلى درجات الجنة. اسأل أعلى أنت تسأل الكريم من يعطيك غير الكريم؟ الله يعطيك أنا. مأوانا يا رب. لا يعطي لا أنا ولا غير يعطيك لأنما الذي يعطيك الكريم سبحانه وتعالى. وأنا أسأل الكريم الفردوس الأعلى بالتأكيد الكريم فرض علي بعض الأعمال التي توصلني إليها. ما احنا سوف نأتي لهذه الأعمال وكيف نصل إلى لنقف على باب الجنة إن شاء الله لندلف إليها بإذن الله. ما الأعمال التي توصلني إليها؟ تعال إلى نرى من هم أهل الجنة. من اللي يدخل من الأبواب؟ احنا عندنا أبواب اهي. من الداخل؟ طيب تعال إلى كتاب الله. لا بأس. تعال يا سيدي سورة البقرة. بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا وبشر الذين آمنوا والعمل وعملوا الصالح. لابد دي الضميمة دائما في القرآن الكريم. آمنوا وعملوا. مفيش إيمان من غير عمل صالح. واحد يقول لا 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 انا يعني ان شاء الله رب العالمين يعني دعيت من الصلاه والحجاب وال لا 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 شوف المهم في الايمان لا بينه وبين ربنا لا لا ما فيش قلبي مليان بذكر الله اللي بذكر الله يبقى ينطلي هذا على جوارحه الذين امنوا وعملوا الصالحات من غير عمل صالح الايمان لا يصلح ما فيش انت من يصنع المنكر وكل بينه وبين الله عمار لا لا لا, 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 لا هذا بينه هذا في قلبي خراب سلم يا والعياذ بالله والذين آمنوا وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل في الدنيا إذا تفاح وبرتقال وأتوا به متشابهة في عشان ما يصدر تقول الملائكة يا ولي الرحمن كل إن اللون واحد ولكن الطعم مختلف يا سلام ده شيء ده أعد من رب البشر لك المسألة هنا مختلفة يا سلام المسألة هنا مختلفة الله هو في أكل في الدنيا ملوش فضلات لا لكن في الآخرة الرشح كريح المسك الجنة دي شوف لا فيها عرق ولا حيض ولا نفاس ولا بصاق ولا مخاط ولا قيء ولا مني ولا منية سبحان الله كل المنغصات اللي في الدنيا مش موجودة سبحان الله ولذلك أيوة أزواج مطهرة هل بينهم علاقة في علاقة الدنيا بين الزوج وزوجة الله أكبر الجنة نعم بغير ماهية الدنيا لا بنفس ماهية الدنيا عجيب سبحان الله وأزواج وقال إيه في شغل فاكهون مش شغل لا ما في شغل في الجنة شغل القرآن في لأنه قمة الأدب العربي وقمة الحياة وقمة شغل فيكون قال هم وأزواجه في شغل فيكون هم وأزواجه صح هذا المنطق نعم أدي سيدي إيه البقرة الذين آمنوا وعملوا الصالحات خلاص طيب نعم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقوني بإذن إيه؟ القتل في سبيل سبحان الشهادة. الله لا الله أكبر أحياء بل أحياء ولكن لا تشعرون أنتم يا أحياء لا تشعر يا من في الدنيا لا تشعرون أن هؤلاء في جنات عرضها السماوات والأرض خلاص بالجهاد في سبيل الله القتل في سبيل الله من يقتل في سبيل الله يعني أنا يعني معذرة نود أن نسأل أسئلة على هامش السيرة نعم نعم الاستشهاد في سبيل الله في ماذا تحديدا في الحرب يعني رجل يذهب الى العمل ويموت يعني هذه درجه من الشهاده يعني اللي ايه اللي مات في الغريق الحريق اللي مات مبطون اللي مات مطعون واللي وقصته دابه وقال والحمد لله شهداء امتي كثير لكن الشهاده الدرجه الاولى المنوط بها الجنه اللي هي الدرجات العليا دي اللي هو حي يرزق سبحان الله يعني اللي هو الذي لا يصل يعني لا يغسل وانما يكفن في كفنه فتح الله لك هذه التي ايه الاسره ده اللي قتل في سبيل الله لتكون كلمه الله هي العليا صحيح قصصت من قبل عن سعيد بن زيد نعم سعيد رضي الله عنه لما لم ينم عده ايام
واقسم عليه اخوه ان يدخل الخيمه لينام، كان في القادسيه. سعيد احد العشره المبشرين بالجنه، زوج فاطمه بنت الخطاب. ف سعيد قال له اخوه اقسمت ان تنام. دخل اخوه قاعد على باب يجلس على باب الخيمه، فسمع سعيدا يتكلم، فخاف ان يكون طوقت الخيمه ودخل حد من الاعداء، وسعيد احد قواد الجيش. فدخل يقول والله لا اريد ان اعود يا عيناء يا مرضيه. فايقظوا، خاف قال في شيء في ايقظوا يا سعيد يا سعيد. فطيقت سعيد قال له جزاك الله عني، قال له قل خيرا. قال له يا رجل لما ايقظتني؟ قال له ما الذي حدث؟ قال له رايت رؤيا. قال له قصها علي. قال له استحلفك بالله الا تقصها الا بعد ان اموت. فوعده. قال له انا نمت فكأن القيامة قد قامت. هم مشغولين بالاخره دايما. نعم سبحان الله. احنا مشغولين طبعا تنام تشوف البورصه والشاشه والدولار اللي نزل والاسترلين اللي طلع، وسبحان الله شغالين نفسنا بالدنيا كده. اشغل نفسك بحدودها، ما تديهاش كل الوقت. المهم فده وسيله. فكان القيامه قد قامت، ومنادي منادي من تحت العرش قد رضي الله عن سعيد بن زيد. شفافيه عجيبه. فاذا بثلاثه من الخيول المطهمه، اثنان فوقهم ملكان والثالث بينهما، اركب يا سعيد لنوصلك الى ما اعده الله لك. قال فسرنا، ففتح لنا باب الجنه، فدخلت فرأيت نسوة كالأقمار ليلة التمام. قلت هل أنتن الحور العين التي قرأ سواء واحد لا ينظر، واحد غاض البصر دايما، هل أنتن الحور العين التي حدثنا رب العباد عن كنا في القرآن؟ قلنا لا، نحن خدم من خدمهن. فيمشي إلي إيه أجمل، قلوا أنتم الحور العين، قلوا لا إحنا خدم من خدمهن. إذا أن رأيت ثلاثة اثنتان منهما كالقمر ليلة التمام او كالبدر ليلة التمام، وواحدة كالشمس تشع بنورها عمن حولها. سبحان الله. السلام عليكم ورحمة. من انت؟ قالت انا العيناء المرضية، انا زوجتك في الجنة. فمددت يدي لأصافحها، ما زوجت حلال. قالت اليك عني يا سعيد، انت ما زلت في الدنيا، ولكن تحل عندنا بعد كذا. فقلت والله انا لا اريد ان اعود، انا لا اريد ان اعود، مرحبا بك يا عيناء مرضية، وانت توقظني. يا الله يا الله. المهم انت ايقظتني الان. الله يبارك. الله اكبر. مرت تاريخ الصحابه، انا يؤذيني ان ابناءنا لا يدرسون تاريخ الصحابه. هذه ماساه يا رب، هذه ماساه. يعني كل اولادنا مهتمين بده، ماشي ادرس نابليون بس على هامش التاريخ، ادرس مش عارف على هامش التاريخ، لكن الصحابة. المهم في اليوم التالي او الثالث من هذه الرؤية، سعيد يوم خميس صائم. هي قالت بعد ثلاث. فصائم. فقرص الشمس يسقط وتأتيه او يأتيه سهم غرب فيقع على الارض، طائش يقع على الارض. فجرى اخو علي عن عينه، علي مركز عليه وشاف. سبحان الله. قال اين الافطار يا سعيد؟ قال في مقعد صدق عند مليك المقتدر، مرحبا بك يا عيناء يا مرضيه. جاءت يا الله تستقبله في الدنيا. يقال ان زوجات المؤمن من الحور العين اذا اذته زوجته قالت الحور العين اتق الله سوف يرحل عنك وياتي الينا. ليه كده؟ ليه؟ ده مؤمن مسكين. سبحان الله. والزوجه التي يتركها زوجها اين تختار؟ تختار تختار طبعا بفضل الله. من 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 صناعه خاصه ايضا لله. لا 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 تختار ما تشاء من 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 من, من سكان الجنه. شوف سبحان الله سوف يرضي الجميع. يعني الكلام في الدخول في الموضوع ده يعني ايه، اصل احنا بنفكر بتفكير الدنيا. شوف الخير كله والفضل كله والنور كله والكرم كله والعز كله والرضا كله من الله كله. ونعم بالله عشان بس ده يعني طبعا الاستشهاد في سبيل الله. طيب يا سيدي تعالى لآل عمران، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. عايزين نقف عند هذه الآية طويلة. نعم. وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. فيها تنظير في سورة الحديد.
نعم. وسابقوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والارض. ها؟ صحيح. طيب وسارعوا، شوف في المشي في مناكب الارض، اصل نهاية الاية، الاية هنا سوف الجنة، الجنة الجنة هنشوف، هنشوف من صفات اولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الانهار نهاية الايات، بس عايزين نشوف من هو هؤلاء. اولا السير في مناكب الارض، قل سيروا في الارض، امشوا في مناكبها في المغفرة وسارعوا وعجلت اليك ربي لترضى. يبقى سارعوا الى مغفرة، يبقى الاول ايه؟ التوبة. يبقى التائبون، يبقى لازم اتوب الاول. التوبة معلم من معالم الانسان، معلم من معالم حياة المؤمن يعني. صحيح. تجددها كل شوية، تبدو تأتوبة. وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض. قال رجل يا رسول الله الجنة عرضها عرض السماوات والارض، فاين النار؟ قال اذا جاء الليل فاين النهار؟ حيث شاء الله. تمام. فذهب وسأل ابا بكر، فسأل نفس السؤال، اجاب نفس الاجابة دون ان يرى رسول سبحان الله. فذهب الى عمر فاجاب نفس الاسئلة، فلما عاد الرسول قال عجبت لكم، اسأل سؤال، قال ولا سألت فلانا وفلانا لقالوا لك. هذا من باب النفس الملهمة. وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات عدة المتقين. من هم؟ تعالى للصفات. الذين ينفقون في السراء والضراء، يعني ايه؟ يعني في لحظة الشكر ماذا اصنع؟ انفق. وفي لحظة الابتلاء ماذا اصنع؟ انفق. ايضا انفق، مش ساعة الخير انفق، بالعكس ده انت في ساعة الضراء يعني خليك يعني خد لابد. كما قال ربنا تبارك وتعالى لابي بكر الصديق في سوره النور، نعم. ولا يات لاولو الفضل منكم والسعه ان يؤتوا اولي القربى الايه وليعفوا وليعفوا وليصفح الا تحبون ان يغفر الله لكم. كان يعطي مصفح مصطح 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 بن اثاثه كان قريب له. صحيح. فالذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ. الكرم يعني ايه؟ الكرم هو امتلاء القربة اصلا في اللغة. صحيح. عارف القربة اللي بتاع السقاء بتاع زمان؟ نعم. فلما كانت تمتلئ هي لينة، لينة، لازم تربط ربط ايه؟ قوي كده. تمام؟ وإلا لما نحطها على الدبة تبقى حنينة على الدبة. صحيح. طبعا أولادنا وبناتنا الذين يرون نتكلم نحن عن تاريخ. يعني لكن المهم يعني السقاء هذا سبحان الله يعني القربة هذه لما تمتلئ وتنتبه يعني خلاص جوف وامتلئ. فلما تفرغ تهدأ. هكذا الغيظ يصنع في قلب وصدر المؤمن، تتغتاظ من الموقف تنتفخ، ولكن لابد ان تربط كما ربطت على فوهة القربة، اربط على فمك كي لا يخرج هذا الغضب دفعات متتالية في من امامك. سبحان الله. انت ربنا قال لك امتلئ امتلئ بالنفس الانسانية. انا اغضب، من استرضي فلم يرضى فهو شيطان. بمعنى يعني انا لما استرضيك يعني بجيب واحد كده بغضب شيخ اعفو عنه، ما في داعي، ما تغضب عليه، لا تفصله يعني، لا امام الاسف والاعتذار ولا يرضى ولا يرضى. قال من استرضي فلم يرضى فهو شيطان. سلم يا رب. ومن استغضب فلم يغضب فهو حمار، نعوذ بالله عزكم الله. يعني لانه بريد، بريد العواطف. فالانسان يغضب، الرسول كان يغضب، اذا انتهكت حرمه من حرمات الله. ولذلك ربنا ما نفاش عن المتقين انه ايه؟ انه يغتاظ. امر طبيعي. يغتاظ. بس المهم ما تفرغش هذا الغيظ، اربط برباط الشرع. ده وصفهم بكظم الغيظ، الغيظ الشديد. ما هو كظم يعني هو امتلأ الصدر. يا ساتر. امتلأ. كثير كثير. امتلأ خلاص خلاص على وشك. ولذلك سبحان الله، اللهم اجرني من حر غضبي. لما الانسان يغتاظ اول شيء ينظر في المراه، يا ساتر من هذا؟ هو صحيح. وبعدين يتوضا، الغضب من الشيطان، الشيطان من النار، بيتوضا وبعدين يدعو، بعدين يغير وضعه. سبحان الله العظيم. اذا غضب انسان فليصنع هذه الامور، يغير ما هو عليه، واستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. سبحان ايه؟ اللهم اجرني من حر غضبي والكاظمين الغيظ. يعني بعضنا يقول انا في ساعه الغضب لا ادري ما اقول، لا يعود نفسه في رياضه. هو انا قد اكون غضوبا، قد لا اكون حليما، لكن بالرياضه النفسيه استطيع ان افعل هذا.
القرآن لما قال في وصف جهنم والعياذ بالله تكاد تميز من الغيظ، والعياذ بالله تميز يعني تتكاد يعني يأكل بعضها بعضا، سلم هكذا يفعل الغيظ بالإنسان والعياذ بالله رب العالمين. هذا مطلوب منا أن نفعله حتى نذهب إلى الجنة؟ يعني شيء صعب قاسي. ما هو ما الحفة الجنة بالمكاره، يعني ما دام ضمن المكاره. لا إله إلا الله، ضمن المكاره سبحان الله. سيدنا عمر فضل راجل يعني يهجوه ويغضبه ويغضبه، بدأ عمر يعني، فابن عباس جنبه قال يا أمير المؤمنين قال ربنا وأعرض عن الجاهلين، قال صدقت. خلاص خلاص يعني انت جاي عند امير المؤمنين وجاي عند عمر بن الخطاب، انا برضه بعيد اعمى يعني سبحان الله، لان اخي اياك ان تاتي وتقترب ممن اذا قال فعل، مفيش داعي يعني الانسان كيس فطن. صحيح. ما تجيش عند يعني يا اخي حد يقف امام القطار، لا صح، يعني حد ياكل مع الاسد، يا ابني سيب الاسد ياكل لوحده وروح انت في حته ثانيه. صحيح. يعني ما فيش داعي، لان سبحان الله لابد كاظم الغيظ، والكاظم من الغيظ ايا كان سبب هذا الغيظ، ايا كان هذا الغيظ يكظم الاول وبعدين يفكر وبعدين يبتدي يتصرف، يعني لا يتصرف بانفعال وبغيظ. اصل هو اقول لك شيء، اعمل احصائيه مما اسمع مدى اكثر من 30 سنه، انا والله يا سيدنا شيخ كنت في حاله غضب كده وزوجتي ولا انت طالق. انت ابن وفيه مسلم الايام دي بيطلق وهو هادئ الطباع، انت عارف الطلاق يتم ازاي؟ ناس عقلاء ووضح للطرفين انهم ما ينفعوا مع بعض، ما تصلحش الحياه، خلاص؟ جاء الحكمين، الحكمين فشلوا. استفتوا عالم، العالم خلاص؟ جلس الاثنان لمصلحه البيت ولمصلحه الاسره ولمصلحه العائلتين بهدوء كما دخلنا من 20 و30 سنه بهدوء، نخرج معروف او تستريحهم باحسان. ما رش بربيها لما تحصيب بغضب وضغط وضرب وسبحان الله. ما ينفعش. هكذا هكذا هذا هو الاسلام. هذا لكن غير كده ما فيش اسلام. احنا نطبقه يعني. ما هو احنا بعيدين لان احنا مش فاهمين. الله. ده في بعض الاخوات يقول لك وبعدين هو يا سيدنا الشيخ رمى علي يمين الطلاق، فخرجت الصبح رحت قعدت مع غرفة الاولاد، كنت اخرج في الصالة بتاع البيت اغطي شعري. ليه يا ست تغطي شعرك؟ ما اصله طلقنا. الله، مين قال لك تغطي شعرك؟ لان امها قالت لها هذا الكلام. لا يجوز لها. الله، قلت يا بنتي امك قالت كده، لكن ابو حنيفه ومالك والشافعي لم يقولوا هذا، لم يقولوا هذا. ده بالعكس، لعل وعسى شوفها معديه يلين شويه تقعد لمجريها، يقول هتاخد الولد وانت خارج، يعني كلمه كده من باب التماحيك، يعني الامور ترجع لمجراها. لكن احنا للاسف احنا عندنا فصل تام ما بين الدين وبين واذا اقترب منها يسقط الطلاق، اذا وضعها عليها خلاص او كلمها او حادثها او يعني النفوس تهدأ، النفوس تهدأ. والكاظمين الغيظ وبعدين العافين عن الناس. الله، بس في عفو، يعني العفو عند المقدره، مش العفو العفو الضعيف. لا، يعفو قوي، يعفو هو قادر، يعفو هو قادر سبحان الله. يعني اكبر مثال للعفو يوم فتح مكه. ما تظنون اني فاعل بكم؟ طبعا اخ كريم، انا اخ كريم خير، قالوا خيرا، شوف يا اخي خيرا، لا اله الا الله، خيرا اخ كريم وابن اخ كريم. قال لا اقول لكم الا ما قال يوسف لاخوته، لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو ارحم الراحمين، اذهبوا فانتم الطلقاء. فقال في نفس واحد الفان منهم نشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله. كلمة العفو تلك دخل الفين في الاسلام. العفو يسع الناس، يسع الناس سبحان الله. ولكن كيف اتعلم العفو مع الناس وانا لا اعفو عن عن عن, عن, عن القريب الذي في بيتي وعن الجار وعن العامل الذي تحت يدي؟ وإن الشخصية والكرامة والرجولة والإيمان والذاتية هذه ملكات شيطانية. وأنا لا ما الأنا عندما تعلو فظن شرا. الأنا لما تعلو خلاص أصير إبليس، وأصير ما احنا قلنا فينا أخلاق سبعية تهجم. صحيح. وأخلاق شيطانية تحقد وحقد سبحان الله، وبعدين أخلاق ترابية ترتكس. صحيح. لو شئنا لرفعناه بها ولكنه اخلد الى الارض واتبع هواه. هناك اخلاق ملائكيه، هذه اخلاق يغذيها نور الايمان. الماجد كده يقول له يا سلام، الله يرضى عليك، بارك الله فيك. هذه تقوى فضيله الشيخ، تقوى هي فطره لا 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 الانسان، تقوى لا دخل له بها. لا تقوى، تقوى طبعا، تقوى الايمان يقوي، يعدل المائل ويقوم المعوج. يعني احدهم يقول بلغت من الكبر عتية لن تصلح نفسي باي شيء. لا 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 بالعكس، يقوم الانسان نفسه الى ان يموت، ولو بلغ من الكبر عتية، لو بلغ 100 عام في اخلاق تقوى. قال ربنا والعافين عن الناس، اي جميع الناس، اي ناس
أي مطلق العفو، مطلق العفو، كل المخلوقات التي خلقها الله من البشر من بني آدم أعفو عنه ابتغاء مرضات الله، مش منظرة، مش مسألة أننا عشان يقال عني أنا رجل كذا وكذا، لا، من باب أن الله سبحانه وتعالى لما أعطاني هذه الملكة يا سيدي خلاص عفونا عنك، عفونا عنك. يعني نذكر الخادم الذي أوقع على هارون الرشيد، هذا هارون، وقال والكاظمين الغيظ أمير المؤمنين، قال كظمت أيضا، قال والعافين عن الناس، قال عفونا عنك، قال والله يحب المحسنين، قال أنت حر لوجه الله. وهذا طريق آخر لدخول الجنة، الإحسان. الإحسان، وقصة أبي هريرة مع 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 قاتل صاحب البستان نفس القضية. ما هي؟ لما جاء الرجل الأعرابي وربط ناقته خارج البستان ونام، وقطعت الناقة الحبل ودخلت عاثت في البستان فسد كسرت أشجاره، جاء صاحب البستان ضرب الناقة فنفقت، ماتت، ما قتلها. استيقظ صاحب الناقة أمسك في تلابيب صاحب البستان، لسبب نفقة للحيوانات ومات الإنسان، صح كده، ما شاء الله، تمام، أيوة كده، ده مهم، وجود لغة في الجلسة، بارك الله فيك، نتعلم منكم يوم لضبط إيقاع اللغة. العفو، فلما تصارع صاحب الناقة مع صاحب البستان قتل صاحب الناقة صاحب البستان، قتل. سلم يا رب. اجتمع أهل القتيل تعالى القصاص، قال دعوني أعود إلى قبيلتي أوصي وأرجع. ضحك الناس، يا رجل تقتل صاحبنا وتقول أنا لا، ففي هذه الضوضاء يمر أبو هريرة، كان في عصر التابعين، ما الذي حدث؟ حكوا له القصة، قال أنا أضمن الرجل. أبو هريرة أضمن، تركوه لا بأس، أيام ما كان الناس تحترم يضمن خير، يضمن يضمن خرافة، يا سبحان الله، والضامن وغارم. آه طبعا، مر مدة طويلة ولم يعد الرجل. ذهب أهل القتيل لأبي هريرة، فضلا من لا تعرف يا أبا هريرة، قال كي لا يقال إن أصحاب المروءة قد ولوا. يا سلام، فإذا بالرجل يظهر على الأفق، سبحان الله، نفس اللحظة يعود جاء. قال والذي أعادك يا رجل؟ نحن لا نعرف لا اسم قبيلتك ولا من أي بلد أنت ولا ولا. قال كي لا يقال إن أصحاب الوفاء قد ولوا، انا قد عاهدت ولا بد من الايه، وقال اصحاب القتيل ونحن قد عفونا كي لا يقال ان اصحاب العفو قد ولوا. الله الله، هؤلاء تلاميذ محمد، هؤلاء تلاميذ محمد، دي مدرسه محمد، وبعيدا عن مدرسه محمد ضللنا. لو ارادت الامه ان تعود الى حوزه الايمان وتسلك طريق الجنان لابد من العوده الى مدرسه دار الارقم، وإلى مدرسة المدينة المنورة، وإلى مدرسة رجل كأبي هريرة عندما يثبت للناس أن أصحاب المروءة ما ولوا، وصاع والقاتل أصبح يعني يقول إن أصحاب الوفاء ما ولوا، وهؤلاء يقولون إن أصحاب العفو ما زالوا على قيد الحياة. نعيد أن نعيد أحكام المروءة عند أبي هريرة، أيوة، الوفاء عند الرجل صاحب الناقة، العفو، العفو عند أهل القتيل، المروءة والوفاء والعفو. طب ولذلك ما احوجنا الى هذه ولذلك احنا ما احوجنا الى الخلق. انا لا اريد العلم، معذره، انا لا لست ضد العلم، لا، احنا علمنا الناس بما فيه الكفايه، لما علمنا اولادنا في المساجد ها نسيتم التربيه واغفلنا التربيه، طالت الى السنتهم علينا، هذه مشكله. لكن لو ربيناهم وزكينا انفسهم لحصلنا على شيء اخر. وانا اهيب باخوان الدعاء أن يركزوا على جانب تربية السلوك عند أبنائنا وبناتنا في المساجد وفي الجامعات وفي المدارس وفي كل مكان. نعم. والكاظمين الغيظة والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. طيب اقرأ اللي بعدها. والذين إذا فعلوا فاحشة، الآية اللي بعدها، أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله، ذكروا الله ها، فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا. خلاص ما هو مره اخطا ومره تاني اخطا ومره قال لك ما اصر من استغفر من الذنب ولو عاد اليه 100 مره. ما اصر، اصر بمعنى من استغفر يعني ولم يصروا على ما فعلوا، يعني ايه؟ قال لك الاصرار ها، الواحد مع توبه يعني. الله يرضى عليه. يعني ما اصر من استغفر ها ولو عاد اليه 100 مره، طالما انه يستغفر يبقى مش مصر. ليس هذا استهزاء بالله؟ لا 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 بالعكس، يعني هو ان يتوب ويفعل، يتوب ويصنع. ما هو يتوب وهو نيته ان يتوب لاخر مره. خلاص قهرته نزواته ضلاله البيئه المحيطه الرفقه السيئه الى اخره،
سبحان الله. الله هو مش قاتل 99 واكمل بالمئة وانجب يا ابن الحلال روح ارض ثانية وردد الارض. لابد شرط التركيز على النية في عدم العودة اليه مرة اخرى. ويعلم الله صدق نيته. يقول في كل مرة يقول علم عبدي ان له ربا يغفر الذنوب أشهدكم أني قد غفرت له ثم يعود. علم عبدي أن له ربا يغفر الذنوب أشهدكم أني قد غفرت له. في مرة آخر مرة يقول إيه؟ علم عبدي أن له ربا يغفر الذنوب ولا غافر للذنب أو للذنوب إلا أنا أشهدكم أني قد غفرت له وتبت عليه فلن يعود إلى هذا الذنب مرة أخرى. ثم تاب عليهم ليتوب. ثم تاب عليهم يروح يغلق المحبس بتاع الإيه؟ المعصية. المعصية. خلاص بقى خلاص. يغلق في وجهه باب المعصية حتى وإن سار نحوها. يغلقها في وجهه. بس يقول لا خلاص خلاص. من ذهب منهم عاصيا ناديته من قريب إلى أين تذهب؟ أوجدت ربا غيري أم وجدت رحيما سواي؟ راح فين؟ راح فين؟ تعالى. تعالى هنا. لأنه سبحان الله علماءنا الله يرضى عنهم ويرحم من مات منهم قالوا لنا إيه؟ المؤمن لا يقع وإن وقع وجد متكأ وهي رحمة الله. ونعم بالله. هو لا يقع حتى الوقع. أي وقع يوم يتسخ بتاع يغسل سبحان الله. والذين إذا فعلوا فاحشة أي أنا أمشي مع فضلاتكم بالطريقة الأكاديمية. طيب أود وضع نقاط توصلنا إلى الجنة. طيب والكاظمين الغيظ والعافين الناس والله يحب المحسنين. أيوة. والذين إذا فعلوا فاحشة التائبين المستغفرين من الذنوب. تمام. التوبة من الذنب. التوبة من الذنب. ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. إذا نضع عدم الإصرار على المعصية شر. فكرة يعني شوف أنا انظر الى العاصي ها على انه مريض اذا نظرنا له انه مريض. المريض عندما اعطيه الدواء كيف اعطيه الدواء؟ بس انا عايز اعطي الولد عنده 4 سنوات الدواء. الدواء مر كيف اعطيه؟ احيده ودلله عشوائي وهدوه وبعدين نقدم له نضطب عليه ولا او متلوي مش عارف لعبه ايه وده. لا. هكذا المذنب ليه؟ لانه يرى المعصيه حياته المعصيه. يعني ابراهيم بن ادهم قاعد كده طالع يسرق البيت يسرق. هو كان الاول قبل يعني في ايام الذين هو ذا فعل فاحشتنا سبحان الله. الله فمن كرم الله صاحب البيت يقوم الليل. ألم يأن للذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق قال قد آن يا رب. يا سلام. وقعت الكلمة في مقتل سلام. او وقعت الكلمة في موضعها. يا سلام. بس ألم يأند لا خلاص خلاص نزل صار ابراهيم سبحان الله. فهي القضية ايه؟ ربما فتح لك باب العمل واغلق عليك باب القبول وربما اتاك بالذنب لتتوب فكان سببا للوصول. ولولا ان يخلي الله بين العبد وبين العجب لما جعله يقترف ذنبا فخلى بينه احيانا للذنب حتى يخف ما عنده من عجب حتى يذل الى الله رب العالمين. يا سلام. من باب ايه؟ انه الرب المربي. انه الرب المربي سبحان الله. اتركوا يقول يلا يعني عبد سبحان الله لم تذنبوا ثم تستغفرون لا ذهب الله بكم واتى بقوم يذنبون ثم يستغفرون. هي كده. والعبد رجع. العبد المؤمن رجع الى الله. رجع الى الله. نعم. فبدأ خلاص رجع سبحان الله العظيم خرج من الذنب كام ولدته امه ما في مشكله بفضل الله. ولذلك في مقومات لمساله العوده دايما ايه؟ الصحبه الصالحه مهمه. البيئه اللي موجود فيها لازم. اذا كانت طبيعه العمل تحتم على المسلم هذا السلوك المتدني مثلا. لا العمل الذي يعني يعمل في كازينو يعمل في فندق لا هو لا يعمل شو يعمل في قهوة مثلا لا يقول لنفسه لو جاء عبد الله بن عمر أيأذن له عمر أبوه أن يعمل في هذا المكان؟ لا بس يعني لو جاء محمد بن أبي بكر هل أبوه أبو بكر يرضى له هذا المكان؟ لكنه هذا عمر وهذا أبو بكر. معليش هم قدوتنا. هذا ابن فلان. معليش هم قدوتنا وأسوتنا ونحن على الدرب سائرون. الضغط الحياتي يعني هذه مشكلة اجتماعية كما تعودنا أن نهبط للواقع دائما يشكل ضغطا على الإنسان أن يجعل أن يعمل في أي عمل. يعني ربما يضطر للعمل في مكان مثلا إذا, 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 إذا لا يوائم الشريعة. إذا كان هذا رزقه من حرام هل يدرك أنه لو انتظر وتاب سوف يرزق بنفس المبلغ بس من باب الحلال؟ سبحان الله. مش قلنا من قبل أن اللص لو لم يسرق لجاءه هذا المبلغ حلالا
بقاع قاعد. سبحان الله. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ان الله قلنا اين المخرج اول؟ لا 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 لا، اتق الله اولا، ازرع الشجره ثم خذ الثمره. مش حد ياخذ الثمره لي اموال. لا لا ما فيش مضمون. لا، الضمان عند الله، الضمان هو الله، الضمان والذين يؤمنون بالغيب. بالغيب عبد الرحمن بن عوف قال والله لقد دعا لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم بارك لعبد الرحمن في صفقه يمينه، والله لو رفعت حجرا لكان عندي من اليقين ان اجد تحته دينارا من الذهب، ولو امسكت التراب لصارت ابرا بفضل الله. من العمل من التجاره، بس عندي يقين، عندي يقين. هذا ما ينقص. ولذلك ايه؟ ولذلك ان في الحديث ان في الجنه لغرفه، الغرفه تقال عند العرب اللي هي افضل مكان في البيت، يسموها حجره الجلوس، حجره الاستقبال، المجلس، الديوان، سميه ما شئت يعني، سبحان الله. فان في الجنه لغرفه يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. جميل ما شاء الله. قالوا لمن يا رسول؟ اي نبي ده يصدق؟ قال لمن اطعم الطعام والان الكلام وادام الصيام وصلى بالليل والناس منها. قالوا من يستطيع؟ قال امتي تستطيع، من لقي اخاه بوجه طلق مبتسم فقد ألقى السلام. ألقاك بوجه طلق. لمن أطعم الطعام. أطعم الطعام، من أطعم زوجته وأولاده طعاما حلالا فأشبعهم فقد أطعم الطعام. هو يعني هيعمل حاتم الطائي يعمل القرى والقرى الضيفان؟ لا نعم. أطعم الطعام وألان الكلام. ألان يعني يتكلم مع إخوانه بإيه؟ بالكلام الطيب اللين. فبما رحمة من الله. وبعدين وأفشى السلام، اللي لقى أخوه المسلم يسلم عليه. ومن صام من كل شهر ثلاثة أيام فقد أدام الصيام. العشرة الحسنة بعشرة، الثلاثة الثلاثين بفضل الله سبحانه وتعالى. يبقى صام الدهر كله. هذه لهذه الغرف العجيبة. سبحان الله. سبحان الله. نعم. نعم. شوف البر شيء هين. وجه طلق ولسان اللين. فيه ناس والعياذ بالله رب العالمين تقطيب وجهها يغلق صدري. انا نفسي اقعد في محاضره كده، السلام عليكم، كل حاجه تمام، لا حول ولا قوه الا بالله، لا اله الا الله، خير يا اخوه في بقال الله، ان الله وان اليه راجعون. الله في ايه؟ سبحان الله يا اخي. الرسول كان طلق المحيه يعني جد يعني. نعم، بس لاننا جدون حضرتك. معلش بس بس في درس العلم مجلس كده لقيت عالم دخل او واحد كبير درسنا او الناس قاعده تتكلم على الواحد يتبسم. هو كان الرسول عليه الصلاه والسلام هكذا؟ لا، كان الرسول بسام المحيى صلى الله عليه وسلم، وكان يبتسم حتى تبدو نواجذه عليه الصلاه والسلام. كان هشام بشر. هذا هشام سبحان الله. ما من الصحابه مثلا كان؟ لا 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 لا، ما كان من الصحابه. ما نعرف من الصحابه، وما قرانا ان واحد منهم كان مقطب الجبين. هم كانوا في المعركه رجال، لكن مع بعض سبحان الله كانوا يتنادحون البطيخ، يعني ينولون بعض، ينولونه بعض، فمن وقعت منه دفع ثمنها. يلعبون يلعبون يا اخي، لا اله الا الله، بالظروف المتاحه. سبحان الله. الله. ارموا بني اسماعيل ان اباكم كان راميا. سبحان الله. مالنا عقدنا الامور هكذا؟ احنا عقدنا الامور لاننا لم نفهم الاسلام. لو فهمنا الاسلام، شوف، ما خير الرسول بين امرين الا اختار ايسرهما. في مجموعه من اخواننا عايشين معانا في بلادنا تلك او في, 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 في عالمنا هذا يعني، سبحان الله، ما خير بين امرين الا اختار ايسرهما. لكي يضمن الجانب الاصح على الاقل. هو لما لا يبوء باثم احد. معلش يعني، بس في نقطه، في ايسر وفي احوط. فلما تاخذ احوط 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 جعلت الدين مجموعه احوطيات. ما الذي كسبناه نحن؟ في اخ ايسر. الرسول لو موجود هيختار ايسرهما. يبقى الحد ايه؟ الايسر. فاختار لا لا، بعثت ميسرا لا معسرا، كونوا ميسرين لا معسرين، يسروا ولا تعسروا، بشروا ولا تنفروا، اكونوا عباد الله اخوان. ياتيك انسان مذنب تقول له ما شاء الله عليك، لا قوه الا بالله، الله اكبر يا اخي، انت مجرد تيجي لغايه الشيخ بحركه ده بارك الله فيك، ايه الكرم ده؟ وان شاء الله رب العالمين وجهك كده في صلاح. سبحان الله. سبحان الله. هي تفتح نفتح قلوب الناس بهذا. اما انا والزمن والضغط العصبي وابليس والهوى والدنيا كله كله، طب وبعدين نتركه لمن؟ لا بد ان نفتح له باب الخير يا اخي. صحيح. بارك الله فيكم. فيكم ان شاء الله. وقفه قصيره ونواصل اللقاء مع فضيلتكم. مشاهدينا الكرام ومستمعينا الاعزاء، ابقوا معنا نواصل بعد هذا الفاصل. الوعد الحق. هذا البرنامج برعاية تعمير
تشمل مشاريع تعمير برج الأميرة أطول برج في الشارقة، برنسس تاور في دبي أطول برج سكني في العالم، مشاريع الدانا في المدينة العالمية، صناعية الإمارات الحديثة في أم القيوين، قرية الأميرة في عجمان، مدينة السلام في أم القيوين، والعديد من المشاريع المميزة. متوفر الآن الإصداران الأول والثاني من برنامج هذا ديننا للداعية الإسلامية الدكتور عمر عبد الكافي على أشرطة وأقراص مضغوطة. للحصول على نسختك من هذا البرنامج اتصل بمركز الشريط الإسلامي على الأرقام التالية. هذا هو ديننا. مشاهدينا الكرام ومستمعينا الاعزاء عبر اذاعه الشرقه اف ام 94.4، نحيي حضرتكم مجددا ومعا نحيي الداعي الاسلامي الكبير فضيله الشيخ الاستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. مرحبا بفضيلتكم مره اخرى. ونواصل الطرق المؤديه الى ابواب الجنه وتلك الاعمال من كتاب الله على بركه الله. يا سيدي فاستجاب لهم ربهم، كان في دعاء من قبل في عده ايات من قبل. نعم. فاستجاب لهم ربهم اني لا اضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى، بعضكم من بعض. ثم فصلت الآيات من هم. فالذين هاجروا المهاجرين وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولو أدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. يبقى المهاجرين الهجرة في سبيل الله، يهاجر يضطهد فيهاجر. سبحان الله، ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. فهاجر في سبيل الله، ومن يخرج في ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. صحيح. واللي هيخرج في سبيل الله ثم يدركه الموت ربنا قال إيه؟ فقد وقع أجره على الله. يعني إذن هو شوف اعمل يعني لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، نية أنك إيه تهجر هجرة حقيقية. يعني أهجر المعصية إلى الطاعة، الخنوع إلى العمل، الكسل إلى المواظبة. كل ما أرى الغير المسلمين ممسكين بزمام الحضارة تدب الغيرة الإسلامية في قلبي، فنعمل إيه؟ تعالوا يا إخوة نفكر من أين هو ضعف الأمة، في إيه؟ في التدريس، في الهندسة، في الطب، نعمل يعني مؤتمرات ونجتمع ونادي قرارات ونعطيها للحكام وفيهم أهل الفضل وتبتدي الأمة تتحرك هكذا، وإلا بطريق الجنة مش كده. أنا أول كده نسبح 100,000 تسبيح وبعدين هذه نوافل وهنا الفرائض والتبعات المترتبة على ما تفضلتم بهم الآن في الحياة الدنيا. نعم. يعني إذا قلت الإخوان قبض عليهم وزجوا في السماء. لا إحنا لا نعادي أحدا، نحن نريد أن نصل بالأمة يعني حكاما ومحكومين إلى بر السلامة. نحن نريد نهضة للأمة. من يكره من الحكام أن يحكم شعبا يحبه وأن يقوم بمجهود ويعمل، لأن الإنسان عندما يعمل سبحان الله ثمرة العمل طيبة ربنا يبارك. صحيح. بس يعني إلى متى تظل كثير من الدول الإسلامية يده هي السفلى؟ الله. وربنا قال وأوذوا في سبيلي. ما هي نفس القضية. وإذا في سبيل الله أيضا. هاجروا وأخرجوا من دياره وأوذوا في سبيل. يا مؤمن ده أم سلمة لما خرجت مهاجرة إلى الله ورسوله شدوا ابنها سلمة من ذراعه، أهله يشدوا أهل أبوه. نعم. عايزين ياخدوه عنده. سبحان الله، إلى أن خدعت ذراع الولد، إلى أن قام رجل قرشي لم يكن مسلما بعد ووقف قال قام استحوا من الله، يعني استحوا من الله. ما هذه أخلاق العرب يعني؟ كيف يعني؟ سبحان الله. فالرسول صلى الله عليه وسلم ما وقع هذا الرجل في الأسر عفى عنه وأخرجه مكافأة. يا أخي لا تضيعوا هذا الكلام. طبعا يا أخي هذا الخروج. سبحان الله، زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت حاملا وأسقطوها من فوق البعير وظلت تنزف 6 سنوات متواصلة، ونزل الرسول إلى قبرها وقال هذه المرأة المسقامة أمة الله المسقامة تلك، كاد القبر أن ينضم عليها لولا أن شفعت لها عند ربي فاتسع قبرها. يعني هؤلاء أوذي الصحابة سبحان الله العظيم. خباب بن الأرد فانه ها ابو سفيان يقول له اتجلس في بيتك انت بين اولادك واهلك ومحمد مكانك؟ قال ان تقطعوني اربا ولا يشاك رسول الله بشوكه. وبلال وجر على رمضان وعمار وام عمار سميه اول شهيده في الاسلام
ألا صبرا ألا ياسر فإن موعدكم الجنة. إيه العظمة! ابن مسعود هو يقرأ سورة الرحمن في من يسمع قريشا، فقال أنا. قال يا ابن مسعود اجعل رجلا له يعني عشيرة، سبحان الله. لا، ويقرأ الرحمن وهم يضربونه على رأسه بالنعال وتقطع أذنه في سبيل الله عز وجل. في صلح الحديبية من يذهب إلى قريش؟ اذهب يا عمر. أنا رجل صعب الشكيمة يا رسول الله، إن عثمان من القوم مكان، وهو رجل يعني جد. شوف التنازل، يا سلام. مش أنا 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 إيه؟ كل ما تلاقي واحد يقول لك أنا، أعرف أنه مريض نفسية. لاحظ بعض الناس كده وهو جالس يقول أنا دي 20 مرة. وأنا أرى والله أعلم ما أفتأت على علماء النفس، ربما أنا متأكد أن من كرر أنا فهو مريض نفسي. يعني أنا قالها ابليس، انا فلان. قالها ابليس، لا اعرفك انا مين. ما بس ولا يسوي شيئا، ولا يسوي. لا يملك النفس لا فتيلا ولا نقيرا ولا خطميرا ولا شيء. سبحان الله. يقول الحسن البصري لامير من انت عبده هو عبدي. قال كيف؟ قال انت تعبد الدنيا والدنيا تعمل عندي. انت من الناس ايه؟ السلام يا شيخ، السلام. العزه الاذاء في سبيل الله، الهجره في سبيل الله، والقتال في سبيل الله. بالضبط. وقاتلوا وقتلوا وشهداء. خلاص تمام يا سيدي، ادي طريق الجنه. طيب، تلك حدود الله في النساء. نعم. ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الانهار. طاعه الله ورسوله الاطار العام للايه؟ لدخول الجنه. صحيح. طاعه الله ورسوله. نعم. طيب يا سيدي، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ليه؟ في سورة النساء، اللي أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. يعني حياته ابتغاء مرضات الله. شوف، هو بكل المسلم بعمله كل لا يبتغي الا الله، الا ان شاء الله. قاعد القواعد بحيث انه مش يعمل عمل طيب نصه كده ونصه كده، ناخد شويه منظره الاهل الدنيا. لا لله. الله لا يقبل من العمل الا 100%. انا اقل 1%. لا، شوف، انا اغنى الاغنياء عن الشرك. حديث قدسي. نعم. صحيح. انا اغنى الاغنياء عن الشرك، فمن اشرك في عمل معي غيري ودعت نصيبي لشريكي. ايا كان هذا النصيب، ما شوف ولو لا اله الا الله، ما فيش لازم لا يقبل من الله الا من العمل الا اخلصه واصوبه. لازم الا اخلصه واصوبه. اخلصه بمعنى اخلصه خالص لله وحده واصوبه ما كان على الكتاب والسنه. يا سلام. لكن اعمل انا ألف مؤلفات من عندي، افكر ان اعمل نسخه دين جديده. لا. تعالى يا سيدي، ومن يعمل من الصالحات من ذكر او انثى وهو مؤمن. هذا بالك من دي. الله، هو واحد يقول دخله هو يعمل الصالحات وهو مش مؤمن، وهو غير مؤمن، يعني كيف يعني؟ لا، وهو مؤمن ان هذا العمل خالص لله الكريم. ليس مؤمن في الدين الاسلامي. هو مؤمن بالقاعدة. هو مؤمن بالقاعدة. وهو مؤمن أن هذا العمل ليس إلا لوجه الله. يا سلام، هذه منحاها. نعم. لكن هو القاعدة لازم يكون مؤمن. صحيح. ما يعمل الصلاحات، أصل التاني محكوم عليه خلاص. سبحان الله، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وفي الآخرة من الخاسرين. من إيه؟ سبحان الله. يعني والله لو كان أبوك مسلما لترحمنا عليه. لحاتم الطائي، لبنت حاتم السفانة، بنت حاتم الطائي. لا، ما وقعت في الأسر. لا والله لو كان أبوك مسلما لترحمنا. الرسول أخرجهما كرامة لأبيهما. طبعا بشكل. وهذا يري كيف كان خلقه صلى الله عليه الصلاة والسلام. خلوا سبيلها فإن أباها كان يحب مكارم الأخلاق. يا سلام. وإنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. يا سلام. يعني هذا الانسان العظيم، يعني سبحان الله، انا جيت عشان اكمل. والرجل ده ابوها، هذا الرجل كان عنده مكارم اخلاق. اذا جل رساله النبي عليه الصلاه والسلام مولانا في مكارم الاخلاق. شو الاخلاق؟ ان جاءكم من ترضون ايه في الزواج، من ترضون ايه؟ دينه وخلقه. طب ليش دينه بس ليه؟ ها دينه، لكن دينه وهو مقطب الجن ومتكبر على الناس، اعمل به ايه؟ خلقه سيء، اعمل به ايه؟ صدقت. مش احنا في دعاء السفر كنا في برنامج مرة في هذا ديننا، اعوذ بك من كآبة المنظر. دعاء السفر هي كآبة المنظر، يعني تخيلت يعني سبحان الله كآبة المنظر، يعني ايه يعني؟ والعياذ بالله، واحد رحلة تركب الطائرة كده، واحد ما شاء الله. السلام عليكم،
تعالى انت تقول تخيل ده لو طالت الرحله شرح 8 ساعات في الطائره هذا سيد انت مسجون في كرسي الى ان تتمنى ان تهبط الطائره بسرعه كانت المنظر فده كان المنظر سبحان لا لا ترضى خلقه لا ترضى خلقه وانما انا اريد ان ترضى دينه وخلقه لابد يعني ولا يعبأ اذا قيل انه رجل جاد هكذا لا لا شوف الجاد في الامور الجاده ده امر مطلوب لكن في الامور الطبيعيه الصحابه كانوا يضحكون في ايه نعيمان ولا بأس ان يتخذ قرارا وهو مبسوط اسارير الوجه المشكله يعني لا غرابه في هذا يعني نعيمان كان نعيمان كان صحابي نعم وكان يجيد الايه زي ما يقول في اسلوب العصر المقالب يعني المقالب في الصحاب فكان يروح ايه ياخذ يسرق مثلا او ياخذ جمل ويقول لهم ايه ثمنه عند هذا الرجل والناس ما يعرفوش من هذا الرجل انت ماذا تعمل انا عبد عنده طيب من هذا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الرجل يقول ان هذا عبد عندك واريد ثمن البعير ابتسم الرسول يعطي الناس ثمن البعير سبحان الله ويتمثل هكذا سبحان الله يعني سبحان هكذا يسع الناس بخلق صلى الله عليه وسلم بهذا المنطق فاين نحن من خلق رسول الله سبحان الله العظيم يعني الـ 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 سبحان الله العظيم الذي وضعه يعني وضعته تصرفات الرسول صلى الله عليه وسلم في الصحابة كان عبارة عن رسالة كاملة وتصلح أن تكون رسالة كاملة لأنه وضع القرآن بتنفيذ عمله كان قرآنا يمشي على الأرض كان خلقه القرآن أوجزت فأفادت فأجادت رضي الله عنها كيف كان خلقه يا أم المؤمنين قالت كان خلقه القرآن الخلق اللي في القرآن كان هو رسول الله في هذا المنطق سبحان الله نعم تعال يا سيدي قال الله في المائدة هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم الصدق مش في القول بس والعمل الله يرضى عليك طب في القول نعرفه طيب في العمل أقول لك لما الحسن البصري قرأ الآية ليسأل الصادقين عن صدقهم قال فما بالنا نحن نكذبون الله سبحان الله لا يسأل الصادقين عن درجة صدقه يعني مش الصادق ده هيروح جاي كده من القبر وراح دخل على الجنة وتعال يقيس درجة الصدق ده صادق فالحسن البصري قال الله طب الكذاب اللي زي حالتنا ده الحسن البصري ماذا نقول تلميذ عليه عارف الحسن ده رضوان الله عليه لما أمه كانت بتعمل عند أم سلمة قالت لما ولد أمه أخذته ودخلت على عمر بن الخطاب أمير المؤمنين قال هذا ابني ولد الحسن حنكه يا أمير المؤمنين فأخذ سيدنا عمر التمرة ومضاقها وأخذها قال اللهم علمه الكتاب والحكمة من ساعة ما بلغ الحسن كان لا ينطق إلا بالحكمة كل كلامه حكمة ويسمى رضيع أم سلمة لأن كانت أم سلمة لما أمه تذهب للسوق كانت أم سلمة عبرت 75 فكان يجري اللبن في ثدي أم سلمة لترضع الحسن اسمه رضيع أم سلمة لا إله إلا الله رضيع أم سلمة فرضع الحكمة يا ابن آدم طأ الأرض بكلتا قدميك هذا من كلام الجميل مما تعلمنا صغارا يا ابن آدم طأ الأرض بكلتا قدميك فعن قليل سوف تصير قبرك واعلم أنك في هدن عمرك منذ ولدتك أمك صحيح صحيح كانوا مالك مستبشر كده واحنا كلنا في ضنك الدنيا والهم والغم والبيع والشراء قال امور اربعه حط فلسفه الحياه كلها في كلمات علمت ان رزقي لم ياخذه غيري فاطمان قلبي لذلك وعلمت ان عملي لن يقوم به غيري فاجتهدت فيه وعلمت ان الله مطلع علي في كل لحظه فخشيت ان يراني على معصيه وعلمت ان الموت ينتظرني فاعددت نفسي للقاء الله يا سلام بهذا المنطق هكذا في بهذه الرؤيه المنطق. بهذه الرؤيه سبحان الله العظيم الصدق في العمل يعني صدق العمل انا اريد ان اتبرع لقوم معينين كيف طيب لو واحد منهم رد عليه رد سيء طيب الشهر الجاي مش هياخد انا اعطيه راتب كمان يعني يسيء اليه يقول لك ياكل يعض اليد التي امتدت اليه صحيح ينهش في مش عارف ايه ده ان عدت فانفقت كما صنع ابو بكر
مع مصطح فأنا صادق العمل. وهذه ليست مسألة سهلة بدون تضرر النفس البشرية. تتضرر ولكن تتصبر. تتضرر يتضرر لكن تتصبر. تقول يا سلام ده ربنا أرسله لي عشان كيف أتعامل بالصبر، كيف أصابر، كيف أصطبر. على ده في الصلاة قال وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليه، مش واصبر عليها، لا أن يصير أن يصبح أن يصبح الصبر لك عادة. إعادة الصبر كده معروف أنه ده صبر. سبحان الله. سيدنا علي قال إيه؟ سأصبر حتى يعجز الصبر عن صبري، وأصبر حتى يحكم الله أو يأذن الله في أمري، وأصبر حتى يعلم الصبر أنني صابر على شيء هو أمر من الصبر. شديد. إذا الصبر عملية صعبة. وتجلدي للشامتين أريهمه. أبو كبير الهذلي. الله يرضى عليه. أني لريب الدهر لا أتضع عليه. ده هو بالله قوي. ده هو بالله قوي. والله أوجز فعلا. والنفس راغبة إذا رغبتها وإذا ترد إلى قليل تقنع. صح عودها. صح عودها. سيدنا علي إيه؟ أغلى إيه؟ الدنيا ساعة. اجعلها طاعة. النفس طماعة. عودها القناعة. الدنيا إذا حلت أو حالت وإذا كست أو كست وإذا أينعت نعت وإذا جلت أو جلت وكم من ملك رفعت له علامات فلما على مات. يا سلام. هذه حكم يجب أن وكم من ملك رفعت له علامات رايات فلما على مات. ولا يقول هذا إلا عنه. جميل جميل قول علي بن أبي طالب. نعم. جميل جميل كلامك. طيب صدق في القول والعمل. يا ربنا ونزعنا ما في صدورهم من غل. الله في الأعراف. نعم. تجري من تحتهم الأنهار. خلاص يبقى كان في غل في الدنيا. نعم. صحيح. طبعا غل على الكفار والمجرمين والملحدين سبحان الله. نعم. وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. شوف الأدب. شوف الأدب. مش أنا ذهبت المسجد أنا علمت الناس أنا حرصت القرآن. لا 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 لا. وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. العمل العمل الجاد لله. بس في نقطة. نعم. في نقطة من على الباب بالرحمة. الدرجات جوه بالعمل. يعني نتفاضل في الجنة بالأعمال لكن من على الباب ما فيش حد يدخل بعمله أبدا. لا لا لا, لا, لا. لا أحد الميزان و... لا أحد يدخل الجنة بعمله. قال ولا أنت يا رسول الله. قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. شوف أدب رسول الله. لابد من الرحمة. يا عبادي ادخلوا الجنة برحمتي واقتسموها بأعمالكم. جوا بالأعمال الدرجات. ده تعب أكثر ده غمس الدنيا أقل ده سبحان الله. أدنى ما في الجنة وما فيها من دني يسير صاحبها راكبا 2000 سنة ظل شجر ظل ممدود لا نهاية لها ممدود يعني 2000 سنة وماء مسكوب زي ما يسمونا. قالوا كيف يا رسول الله. قال سبحان الذي سكبه وسبحان الذي حده. هذا مسكوب بس محدود. سبحان الله. نعم. والاستمرار بما كنتم تعملون. تعملون لله. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. يعني إن كان خير يبقى تلاقي الخير. كادح كادح انت حر ينتقم ويعمل مؤامرات ما كسبت وعليها. سبحان الله. طيب على سيدي والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. يعني مش هما بس الصحابة. يعني ودي ماشي في نفس طريق الصحابة. نعم. لكن قلت لك من قبل لما تيأس من الحياة أو مش تيأس من الحياة يعني تهجم عليك وتنوء بك الكره عليك ويثقل كاهلاك بما في الحياة من هم وتنوء بك الكلهة. أيوة الكلكل يعني بثقلها بثقلها ومؤنتها كأطراف مسدد. نعم نعم نعم. وانا ابك الكلي. قال الاعرابي لما وقع من فوق الدابه فتجمع الناس عليه يشيلوه يعني. قال ما لكم تكأكأتم علي كتكأكؤكم على ذي جنه افرنقوا عني. قال والله وقوعك على الارض افضل من كلامك. يلا خلينا نتكلم على خليك واقع يا شيخ. الله يكرمك. لا كلمتك سهله.
الله يرضى الحمد لله. ده مدع شرم بالقعطلين تحشرمت شرفته. الله يبارك. يعني الدنيا لما تهجم عليك بعد الاستغفار والعودة إلى الله عش في جو الصحابة جربها. نقول هذا كلام لكل المشاهدين والمشاهدين. الله كأنك تستشعر زي ما يكون عندك جد صالح خال صالح عم صالح. يا فين خالي كان يقعد معنا؟ فين الشيخ اللي تعلمت على ايديه وخد بالك يقعد معك جلسة خير كده تستشعر راحة نفس. وما ذكر الصحابة في مجلس إلا وانشرح صدور الجالسين، وما ذكر غيرهم في مجلس إلا وضاق الصدور. في ناس والعذب عند ذكرهم تضيق الصدور. صحيح. والعذب بالله. وفي ناس ولكن أصدر. إذا كان أحدنا في تلك المصيبة وآلام الحياة يضيق قلبه عن ذكر ما تقول. لا لا أولا يسترجع جانب النعم الأول يقول يا أنا في نعمة. مثل كثير. نعم. مثل كثير. لا. لماذا أنا تحديدا؟ لا 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 لا, لا. هناك أصحاب المصائب أكثر. لا. لا أصحاب المصائب أكثر. لو رأى بلاء الناس لهان عليه بلاء. والله يعني سبحان الله كم من أناس عندهم من الابتلاءات ما 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 تنوء به العصبة إلا قوة. نسأل الله أن يفك كرب المكروبين. لا. لا سبحان الله. نعم. نعم. يبقى اتباع طريق السلف الصالح اتبعهم بإحسان. بإحسان. ربنا قال إيه؟ رضي الله عنهم ورضوا عنه. الله. رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. ذلك الفوز العظيم. شوف لما واحد في الدنيا يقول إيه؟ انت كسبت مليون دينار مليون جنيه مليون مش عارف ايه وليه السلام فلان فاز. لا فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز. وانا قال ايه وذلك الفوز العظيم. هو ده الفوز العظيم هو ده الفوز الاساسي. طب يعني هنا ضميمة لما تفضلتم بيه رضي الله عنهم. ايوه عن عمله. ايوه ورضوا عن الله كيف. الله اكبر. قال يا عبادي يا عبادي يعني سوف ناتي الكلام إني سوف أعطيكم أفضل مما رأيته. نعم. قالوا ماذا ربنا وقد أحللتنا دار المقامة من فضلك وإلى آخر النعم كلها. قال سوف أسبق عليكم رضواني فلا أسقط عليكم أبدا. قال العلماء وهذا تفسير قول الله تعالى ورضوان من الله أكبر. هنا رضي المؤمنون بمكانتهم فكانوا رضا عن الله. لا. الله خلاص يا رب ما فيش سقط تاني ما فيش الله أكبر استراحوا اطمئنوا. انا برضو العبد يخاف اكيد. الله اكبر. اكيد. نعم. الله اكبر. بارك الله فيك. نتعرض لبعض من الايات ايضا. للذين احسنوا الحسنى وزيادة. للذين احسنوا يبقى الاحسان. ده تمام. نعم. لا مش اي احسن. الذين احسنوا الحسنى. يعني احسن الاشياء. الحسنى. يعني مش عملوا الحسنة. يعني معنى التركيب احسنوا الحسنى. يعني كانوا صنعوا صيغة المبالغة من الاحسان. اقصى درجات الاحسان الحسنى. ولله الاسماء والايه انا الحسنى مش الحسنه فهمتوها للذين احسنوا يعني الحسنى للذين احسنوا ممكن يعني الحسنى وهي الجنه للذين احسنوا يعني الجنه وزياده هذا بعض المفسرين يقولون الحسنى اي الجنه للذين احسنوا في الدنيا وزياده هي رؤيه وجه الله سبحانه وتعالى بالضبط. يعني كده هذا كلام. الذين احسنوا الحسنى الذين حسنوا في اعمالهم واجادوها ووصلوا الى درجه الاحسان في العمل هؤلاء وصلوا لدرجه الحسنى في اجاده العمل وزياده من عندهم فالله اكرمهم بالزياده يوم القيامه. يعني بقى الذين احسنوا الحسنى وزياده من عند كمان يعني مثلا ايه عمل الفرض والنفل. الله. عمل الفرض وعمل الخير يقول ايه انا عليا زكاه كام يقول 2.5 من ايه يقول خليها 5 انا عليا كام 5 خليها 10 انا خليها 15 اقول لك بالنص مع الله هكذا سبحان الله العبد سبحان الله يبقى كده ايه يتاجر مع الله. الله يرضى عليك. هل ادل لكم على تجاره هي دي التجاره. سلام. طيب يا سيدي والذين صبروا فرعت. نعم. هو منح اخر اهو. صحيح. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم صحيح واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيه ويدرؤون بالحسنه السيئه اولئك لهم عقبى الدار. كم حسن كم فعله اول شيء الصبر صبروا ابتغاء وجه ربهم. نعم. مش صبر غصب عنه يعني صار نصبر هنعمل ايه لا صبروا واقاموا الصلاه يعني ادوها كما هي. نعم. وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية الإنفاق سبحان الله ويدرؤون بالحسنة السيئة يعني كلما يصنعون سيئة يقابلون يقابل إما السيئة لسبب الإحسان أو السيئة لما يعملوها
يدفعوها بالحسنة. أولئك لهم عقب الدار. سبحان الله، اللهم اجعلنا منهم يا رب. نعم يا نعم رب. نعم يا رب. تابسي نستمر مع الآية. إن هذا في الإسراء، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. إذا عمل الإيه؟ المؤمنين الذين يعملون الصالحات. تمام. مؤمن الصالح. مؤمن ولكن عمل الصالحات. ما فيش إيمان قلنا من غير عمل أبدا. تمام نعم. تمام كده. ومن يأتيه مؤمنا يأتي الله عز وجل سورة طه قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى. بعمل الصالحات طبعا جميل يعني يتفاضلون بهذا المنطق. صحيح. هذا هو التفاضل يعني سبحان الله بهذه الأعمال سبحان الله العظيم. طيب إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريمة. اجتناب الكبائر. طبعا 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 سبحان الله. الله. نعم نعم. ومن يعمل من الصالحات من ذكر او انثى وهو مؤمن فاولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون فتيلة. الفتيل هو ولا يظلمون نقيرة. نقير احنا قلنا النقطة البسيط الثقب اللي في ظهر نواة البلح. ده اسمه الايه؟ نقير. النقير. لما تقلب نواة البلح تلاقي فيها شق. ده اسمه قطمير. قطمير. وفي زي غلالة رقيقة على الايه على النواة اسمه ايه؟ فتيل. اخر كده فتيل وقطمير ونقير. والانسان في الدنيا لا يملك لا نقيرا ولا فتيلا ولا قطميرا. سبحان الله. الا بالله عز وجل. لا حول ولا قوة الا بالله. يعني اغنى الاغنياء لا عنده لا فتيل ولا الا بقدر الله. الا بما رزقه الله. اغنى الاغنياء ما عنده نوى تمر. لا نوى تمر. حتى لو يعني لو عنده هو ما يملك منها شيء. سبحان الله. لا يملك لا فتيل ولا نقير ولا قطمير. نعم. لكن ليسال مالك الملك. ونحن نسأله على لسان فضيلتكم أن يغفر لنا بهذا الدعاء إن شاء الله. آمين يا ربنا. سبحانك اللهم العلي الأعلى الوهاب. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. اللهم يا ربنا لا تدع لنا في هذه الليلة العظيمة ذنبا إلا غفرته. آمين. ولا مريضا إلا شفيته. آمين. ولا عسيرا إلا يسرته. آمين. ولا كربا إلا أذهبته. آمين. ولا هما إلا فرجته. آمين. ولا ضالا إلا هديته. آمين. ولا صدرا ضيقا إلا شرحته. آمين. ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. آمين. ارزقنا يا ربنا قبل الموت توبة وهداية. آمين. ولحظة الموت روحا وراحة. آمين. وبعد الموت إكراما ومغفرة ونعيما. آمين. هيئ لبناتنا الأزواج الصالحين. آمين. ولأبنائنا الزوجات الصالحات. آمين. واطرد عنهم وعنا شياطين الإنس والجن واجعل بلاد المسلمين آمنة مطمئنة يا رب العالمين. آمين. وأعد إلينا المسجد الأقصى وأرض الإسلام جميعا وردنا إلى الإسلام ردا جميلا حسنا واختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا رب تسلم. بارك الله في فضلاتكم فضيلة الشيخ على أمن قلبكم في حلقة قد بارك إن شاء الله رب العالمين. مشاهدينا الكرام ومستمعينا الأعزاء شكرا لحضراتكم وعلى أمن اللقاء بكم في حلقة جديدة إن شاء الله. حتى ذلك الحين نستودعكم الله. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.